يشعر أصحاب الكهوف الفلسطينيون بقلق من الاعتداءات والمضايقات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين. تنتشر هذه الكهوف في تلال الخليل الجنوبية يعيش فيها فلسطينيون منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وبعضهم يستخدمها مربضا لأغنامه. التقرير التالي يسلط الضوء على معاناة عائلة بركات مر في ظل الاعتداءات المتكررة على كهفها. في سفح هذا الجبل في الضفة الغربية كهف بركات مر وعائلته. هجمات من المستوطنين الإسرائيليين لمنعهم من البقاء. هذا مسقط راسي، أنا ولدت في هذا الكهف، أنا عمري 60 سنة، أمي جابتني في هذا الكهف. مسقط الرأس غالي، وهذه أرضي غالي يعني علي، هذه أرضي جزء من كبدي. أنا أخ لـ 12 أخ، أنا عندي حوالي 450 نفر بين ذكر وأنثى لأبونا. هذه الأرض ملكنا. يعيش بركات وأخوته في بلدة يطة، لكنهم يمضون معظم الأيام في كهفهم، يتناوبون النوم حراسا لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليه أثناء الليل. واحد فيهم انا بيجي بياثر نفسيا على الاولاد الصغار وبياثر على النسوان، يعني بشعر انه يعني انه خايف حياته يعني منهم من المستوطنين. مضايقات وازعاجات من المستوطنين، تعد مستمر على عائلة مر. يعني اسمع، رغم كل هذه التعقيدات والتهديدات اللي بيقوم فيها الجيش والاداره بالاتفاق مع المستوطنين، احنا راح نضل في ارضنا. تعيش العائله في قلق كبير خشيه من توغل المستوطنين الاسرائيليين. المستوطن ما عندوش حرمات، المستوطن بيخليك قاعد انت وزوجتك في الكهف او في الطور، بخش عليك بدون ما ينبهك، يعني بخش بكسر بقيم هذا بحط هذا. يعني قبل 4 ايام دخلوا علينا حوالي 70 مستوطن في نفس الدقيقه، فاضطرينا نخرج، لان احنا كنا 5 شباب، يعني 5 شباب والبنات كانوا في المنطقه الفوق، اضطرينا نخرج لانه اذا بدي بايدك بتقدم ايدك عليه بيعتبر انه هذا تهديد له، وفورا بتروح على السين. لا للاحتلال. نشطاء يقفون وقفه احتجاجيه مع عائله مر، يهتفون ان هذا الكهف لهم وان المستوطنات الاسرائيليه غير شرعيه وأن المستوطنين معتدون رغم عنف الاحتلال وبطشه. ونرحب معنا بسيد عايد مرار، وهو مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا وسهلا بك معنا سيد عايد. بداية نتوقف معك عند علاقة الفلسطينيين بهذه الكهوف. قلنا قبل قليل أنها تعود للقرن التاسع عشر وبالتالي لعقود مضت. ما هي أهم المحطات التي يمكن ذكرها في هذا الإطار؟ أولا أختي الكريم، مساء الخير إليك ولكافة المشاهدين الكرام. أنت تعلمين أن عمق الارتباط الجغرافي ما بين المواطن الفلسطيني وأرضه، انتماء تاريخي إنساني نفسي تربطه بالمكان، هو عبر تاريخ طويل يعتمد الفلسطيني. فلسطين تاريخين تسمى أرض اللبن والعسل، والمواطن فيها يعتمد بالأساس على ما تنتجه له من مقومات حياتية يبني حياته الاقتصادية على أساسها، منها الرعي ومنها الزراعة وكل ما وما يتيح له السكن في هذه الأرض، يعني يرتبط فيها. في هذه المناطق البرية لا يسمح للمواطن الفلسطيني بالبناء العادي، ولا يسمح له بإصدار أي ترخيص لأي بناء حسب القانون، فيضطر إلى بناء خيمة أو يسكن المغارة القديمة في تلك المنطقة، ليس حبا في سكن المغارة، وإنما هو هذا الأسلوب الوحيد المتاح أمامه للبقاء في مكانه وممارسة حياته الطبيعية.
تربط في المكان يعني نعم روابط ثقافية، روابط نعم، نفسية ولكن هؤلاء عميقة، وبالتالي الفلسطينيون يعز عليه الانتقال منه. يصفون سيد عايد بالمنسيين في زمن الحداثة. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن بداية، ما طبيعة الاعتداءات التي يتعرضون لها؟ هل يبدو أنها عشوائية أم تأتي في إطار أكثر منهجية؟ مناطق الضفة الغربية قليلة الكثافة السكانية في محيط الضفة الغربية، سواء كان في مسافة يطا جنوب الضفة الغربية أو في صحراء الضفة الغربية وشفا الغور أو في الأغوار الشمالية. هذه مناطق فيها تجمعات فلسطينية كبيرة، فيها أعداد عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون فيها، ولكن لا يسمح لهم بالبناء العادي. هم يتم مضايقتهم من أجل إجبارهم على الترحيل تمهيدا لسيطرة الاحتلال على هذه الأراضي وبناء مستوطناتهم عليها. هم يتعاملون الاحتلال يتعامل معها على أنها مناطق استراتيجية تعنيهم من الناحية الأمنية وتعنيهم من ناحية الاحتلال، وبالتالي العقب الكأداء أمام ممارسة الاحتلال هم وجود هؤلاء العائلات، سواء كانت في الخيم أو في الكهوف. لم تعد تكفي أساليبهم القانونية الاحتلالية التي وضعوها خصوصا لترحيل هؤلاء المواطنين عن أرضهم. في عام 2019 و2020 تم بذر مجموعة من البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتمد في الأساس على مئات المستوطنين المتطرفين أو بالغي التطرف الموتورين الذين يتدربون خصوصا من أجل إرهاب المواطن الفلسطيني وتخويفه ومنعه من الانطلاق في المناطق في البراري الفلسطينية في الضفة الغربية، لتصبح مجال حيوي للمستوطنين. أنت تعلمين أن المواطن الفلسطيني حتى وإن كان في مناطق المسمى جيم، يعني غير مسموح له في المبيت أو في السكن هناك، إلا أنها تبقى مجاله الحيوي للراعي الفلسطيني المتنزه الفلسطيني للمطارد الفلسطيني للثائر الفلسطيني، هو مجاله الحيوي. من أجل منعه من الانطلاق في هذه المناطق تم زراعة مجموعة كبيرة من هؤلاء من تلك البؤر الاستيطانية التي تقوم بقمع الفلسطيني نعم. بإرهابه طيب وبتخويفه في أمام حماية كل هذا دقيقة نعم عفوا أمام كل هذا طبعا يبقى افتراش الكهوف تحديا كبيرا بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين. كيف يمكن دعمهم أولا معيشيا وثانيا بوجه هذه اعتداءات المستوطنين؟ يعني هل من خطة مستقبلية؟ نعم، أنت تعلمين أن حمايتهم ودعمهم تحتاج إلى جهود كبيرة. نحن في هيئة مقاومة جدار الاستيطان لدينا مجموعة من المستويات العمل التي نعمل من أجل حمايتهم، سواء كانوا في مسافر يطا في الكهوف أو في التجمعات الفلسطينية في المناطق قليلة الكثافة السكانية. هناك أنت ترين ما يحصل اليوم في حمصة، هناك هدم لأكثر من تهجير لأكثر من 85 فرد في خربة حمصة، تم بناء ما هدمه الاحتلال 4 مرات خلال يومين. هناك يعني قبل يومين تم قتل مواطن فلسطيني من قبل البؤر الاستيطانية في راس كركر خالد نوفل. قبل 3 أيام تم قتل مجموعة من الأغنام في المغير. هذه الإرهاصات الاحتلالية تحتاج إلى جهد كبير وجهد لا يجب أن نقتنع بحجمه، علينا تطويره ليتلائم مع حجم الضغط المفروض على هؤلاء الناس. علينا دعمهم بكل الإمكانيات على المستوى المادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي. هناك تقصير، أنا أعترف أن هناك تقصير على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي، ما لم نحصل على حماية كاملة ودائمة مستدامة لهؤلاء الناس لا يجب علينا الشعور بالرضا. مهما قدمنا لهم سنبقى مقصرين ما لم يشعروا بالأمن والأمان الداخلي بأنهم محميين في أماكنهم و نعم. يعني يستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية كأي فرد طبيعي على هذه الأرض التي ورثها أبا عن جد. نعم. وبالتالي هو من حقه أن يمارس حياته الطبيعية عليها.
شكرا جزيلا لك عايد مرار، مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من رام الله.